اعصابك اعصابك اي نقطه بتروح اي فول خطا بدك ضل تعير كب اللاعب نقطه معلش بنشجعه بنضل بنشجعه علي لو كبها مباراه نهائي من بطوله الكاس كاس الشهداء البطوله النسخه الاولى من باكورة عمل الاتحاد مباراه تجمع طرفي نهائي نادي بنش الرياضي مع نادي الاهلي السوري تأهل نادي بنش الرياضي على المباراة النهائية على حساب نادي سلقين فيما تأهل نادي الأهلي على حساب نادي الجسر من البطولة الأولى من نوع بطولة كأس الشهداء المرحلة الأولى كانت ذهاب إياب المرحلة الثانية بلاي أوف والمباراة النهائية مباراة واحدة يحدث فيها الفائز بلقب الكأس بنش خاضت المباريات بالدور الأول ربحتهم كلهم طبعاً بالدور الثاني كمان ربحت الجسر بمباراتين ذهاب وإياب ووصلنا على النهائي والحمد لله شوفت عينك أهم شيء أنه تحفز هالشباب يهتموا بالرياضة بتعرف دي الرياضة يعني اليوم ببلدنا كتير ضعيفة شوي فتعطي مثل بيقولوا حافز هالشباب كلها يبلشوا قدم سلة فولي بول أي مباراة أي شو اسمه رياضة هلا اللعبة جيدة احنا الجيد انه عنا نخبة لاعبين مميزين بالشمال السوري المحرر بالاضافة لبعض اللاعبين اللي هنا من خارج سوريا المقيمين طبعا المعروفين هنا في الشمال السوري وبالتالي المستوى الفني جيد يعني مع السنوات القادمة اتوقع هيتطور بشكل اكبر ولكن هناك عمل يعني لازم يقوم عليه اتحاد كرة السلة بتأهيل كوادر فنية بتأهيل ايضا مدربين على مستوى الفئات العمرية والقواعد وهذا امر جدا مهم لانه عندنا معدل اعمار عالي جدا لدى الانديه وبالتالي الفئات العمريه هي الخطه الاستراتيجيه اللي لازم تكون حاضره باتحاد كره السله. 1 2 3 نرتاح نرتاح ما حد عليها يا سلات شبكون عمان يا اخي مباراه نهائيه بطوله شهداء ادليب الحمد لله الاداء ممتاز من كلا الطرفين الان ان شاء الله بتتم المباراه بهالمستوى هذا الرائع والجميل الحمد لله يعني اللعبه كانت مهمله في المحافظه وبالمحرر بشكل عام ولكن بعد بطولتين بطوله الدوري بطوله الكاس الحمد لله عاد الاهتمام لها من جديد وان شاء الله بنشوف بطولات جديده باذن الله في الايام القادمه نحن كنا اول فتره ما عم نركز دفاعنا كان فيه مشكله كثير كبيره وبعدين تلافينا الخطا ايه الشوط الاخير يعني حطينا انه خلص يعني بدنا نعمل كل شيء كل طاقتنا نزت كل امكانياتنا يعني بدايه الواحد بيكون في شويه ترتيب امور ما له صحيح يعني الفريق الثاني يعني قوي وعنده تكتيك وبيلعبوا مع بعض من فتره منيحه متعودين على بعض متعودين وبيلعبوا خطط ونحن فريق مشكل حديثا واللعيبه ما بتتمرن كثير مع بعض بفرق المسافات لانه احنا يعني شيء من عفرين وشيء بالجنوب المحرر يعني ما لنا قدرانين انه نلتم على بعض كل مره ليك معك اوه انت